السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كنتواجدوا قيادة ولاد حمدان، كاينة واحد لابتيت فيرم الإخوان فيها 2000 متر. بعدا نوريكم بعدا بشحال بعيدة من الشاطي، تقريبا شي 100 متر باش داخلة من الشاطي. باش داخلة 2000 متر الإخوان، راه هي هادي لابتيت فيرم، هي هادي لافاساد كلها بالحيط. هاد لابيست لي ديزا من هنا راه كلها بيبليك، بيست بيبليك على بركة الله. إخوان فيها الدار، البير، الضو، ممكن دير البرونشمون ديال الماء ديال لونيب. كما كتشوفوا الإخوان راه الدخلة ديالها هي هادي، الباب كري، الباب كبير، فيه الباب صغير على اليمين، كاين البلاصة ديال الكلب هي هادي. هنا البلاصة ديال الفراخ، بالوكالة ديالهم كلشي. كما شفتو الصور كل داير. هذه الواجهة اللورانية ديال الدار، شو منها. بالنسبة فيها اللي فروي كل حاجة منها، شوية برقوق، المشماش، الكرم، العنب، بحال دابا هادي العنبة، كل الكوتاكوت غادي، كل الكوتاكوت غادي. هادي الجهة اليمنى ديال الدار. وبالنسبة للدار راه فيها جوج دخلات، الدخلة الأولى هي هادي. كاينه الصريج هذا كيعمر، فيها جوج ديال لي بالون، انا غادي نوريها لكم. البالون الاولى كتليفري للدار، والبالون الثانيه كتعمر الصريج، الصريج كيعطي الشجر بلي فروي. بالنسبه للوكال الكتريك ديال البير هو هذا، ممكن دير لي الانستالاسيون باش تبقى تخدم اديستونس من التليفون. بالنسبة للبالون اللي كيليفري للدار، وبالنسبة للبالون اللي كيبري الاخر للصريج، صريج للشجر ديريكت. الواجهة ديال الدار هي هادي، على بركة الله. بالنسبة تبارك الله الطاولة ديالها مزوزة، اللهم بارك، تقريبا مزوزة بشي متر ونص حتى لجوج متر تقريبا. فيها الطراس هذا تبارك الله، رؤية جميلة اللهم بارك، حيت مع السحاب يمكن شوية الضوء. على بركة الله نشوف المنزل. بسم الله، على اليسر كاين حمام، عزكم الله، اليمن صالون، تبارك الله مصلوحة مزيانة، لحقة وطريقة، كلشي سراجم ألمنيوم. على اليسر كاين كوزينة، مطبخ بالبلاكارات ديالو. متسعة، وداك الباب هو اللي كيخرج من جهة أخرى، الجهة اليسرى ديال الدار. كاين هذا، ممكن يردو الانسان، راه بيت كبير، بيت كبير بالحمام ديالو، غير دارو هنا استادر. ها الحمام ديالو، كيخصكم داك لي سانيتير الداخلي بالزليج ديالو. الباب ديالو هو هذا، دونك بيت بالحمام ديالو. كاين هذا تا هو دوش كبير، كذلك بيت بالحمام ديالو. الكادر براسه ديال الباب، دونك فيها ثلاثة ديال الحمامات وجوج بيوت كبار، مطبخ. تبارك الله، خدوا مع الحق وطريقة.
نشوفو برومي. الطراس هو هذا، حدا كاين الفيلا تاع مولاي اللهم بارك. لابيس اللي كانت قبيله حدا الفيرما ديالنا، هي فين غادي نيشان، هي رابيس بيبليكا ديال تلت سكان المليح، والفيرمات كاينين حداها ما شاء الله. الطراس تبارك الله كبير، وجات عالية عالية اللهم بارك. راباني تقريبا، نقول لكم تقريبا شي 80 متر ولا 70 متر اللي باني هو الفوق. البلاصه هادي بيدير فيها حمام، هذا هو شومبر مسدود. بالنسبه للاخوان راه بعيده من جديده 30 32 كيلومتر، باش بعيده من جديده. وبالنسبة بعيدة من كازا ب 90 كيلومتر، عندك ساعة وربع تقريبا من كازا نظر بيضاء. الفيرما ديالنا هي هادي الاخوان، كما قلت لكم كل حاجة منها شوية، الحامض، شوية الليمون، الكرم، الباكور، دخل الخروب، الرمان، الحمد لله. بالنسبة للبير هو هذا البير، الحمد لله ما موجود، والمحلو الطاقة الشمسية. كلها مجهزة بقوتاقوت كاملة. اللي بغيت تواصل معنا على الرقم 0973241691. كما قلت لكم راه قيادة ولاد حمدان. هاد البلاصة هادي راه داير فيها الزيتون، ومن جهة أخرى كذلك دير فيها شوية ديال الأشجار، ديال الخرجاف إلى آخره. هاد البلاصة هادي دايرها على ود الدجاج، ممكن تستغلها. شو الحامض، الكرم، الحمد لله كلها مسيجة، كلها مسيجة. بالنسبة للوثائق تيتري محفظة. الثمن الإخوان 66 مليون، اللي بغى يشوفها مرحبا به. هذا المشمش يلا، تبارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.